الممثلين اللي هتشوفيهم دلوقتي يا فنانة أحسن 2 مطلوبين في مصر، وإن 2 بيتمنوا يمثلوا معاكي فيلمك الجديد، نقي بقى اللي يعجبك فيهم. والله يا خلوفة الاتنين يقرفوا الكلب، ما تحاول تاني مع الأستاذ شعبان عبد الرحيم. قمت له ونفض يا ست الكل، وحاولت معاه تاني قافل موبايله. ماشي يا شعبولة ما كانش العشم، طب ما تشوف لنا الأستاذ عبد الباسط حمودة. أنت ضامبة في العالي أوي وأنا مش قد الناس دي. يا خلوفة لو طلعت دراعي بس يهني كده، هقعد الناس دي في بيوتها. قام بالكبين يا ست الكل، احنا مش حمل دماغك. ورينا كده الأشكال اللي ما يعلم بيها إلا ربنا اللي بتجيبها لنا دي. تؤمنين يا حنون؟ ممكن أسمع ده، هو اسمه إيه؟ ده نور حمدي، وأنا اتفنن من آخر. هتسمعنا ايه يا نور؟ هسمعكوا حاجة لعبد المطلب. لكن فحي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. لا 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 لكن فحي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. بالسيدة لسيدنا الحسين. الله عليك يا نور يا جامد. جامد ايه؟ انت بتستعبل يا شلوفة؟ اسمع بقى يا نور. انا مش مصدق نفسي، ممكن يا استاذ تسمعنا حاجه حلوه كده على ذوقك؟ طلباتك كترت قوي يا زبط. ربنا يخليك لينا بقى يا استاذ، ده احنا كلنا بنحبك. عاوز حاجه حلوه يعني اغني لك بسبوسه؟ الله، ده انا بحبها قوي. وماله يا استاذ، كل اللي يجي منك حلو. بسبوسه بسبوسه بت يا دوسه يا دوسه، ما تنسيش البوسه، والله اتدورتي وقلصتي وملعين محروسه محروسه محروسه. الناس كلها ما تشوف وشك يفتكروا جاموسه، منهم لله اللي جابوك لينا وحسونا دي الحوسه. يا بسبوسه يا بسبوسه. الله عليك يا استاذ، ده كتير عليا قوي والله. انا ممكن اموت نفسي من الفرحه. يا لهوي يا جدعان. طب والعمل في المصيبه دي؟ اعمل حاجه يا شلوفه، اتصرف، ما انت هتبقى قد كده. انا اتصلفت وكلمت نور حمدي زمان عن وصول دلوقتي. يا لهوي، ومين قال لك اني امثل مع نور حمدي بتاعك ده؟ يا ست الكل، ما احنا ما قدمناش غيره، ده النظيف مش هتخسرني حاجه. امر لله، هو فين؟ اهو بيه اهو. اتفضل يا استاذ الاساتين. ازيك يا شلوفه؟ اهلا بيك يا عم الكل، احب اعرفك بالنجمه. بشوف البوسترات بتاعتها على الدائري. هو الدائري بس يا عينيا، ده مفيش بيت فيكي يا مصر ما فيهوش صوره ليا. ايه بس يا نجوم، مالكوا تخلقوا على بعض كده ليه؟ ايه دي شويه يا نجمه، ده الاستاذ بيهزر معاكي. ما بحبش هزار البوابين ده. خلاص حقك عليا انا، بلاش تهزر معايا هزار البوابين ده يا استاذ نور. يلا بقى عشان تمضي العقد، انا اللي همضي الاول. وليه ما يكونش انا؟ ولا انا بنت البطه السوداء؟ ابوس ايدكم، ما تخنقوا بيتي ونخلص بقى من الفيلم ده. انا محتاج الفلوس عشان اعمل عمليه في لساني. الله يخرب بيوتكم، جبتوا لي الضغط. انا مش مصدقه ان الفيلم خلص. كان فيلم ممل قوي، بس ادينا عوضتها لك اهو، خرجتك وجبت الجمط اللي عمر اهلك ما شافوها. فعلا المكان جميل، بس الميه شكلها غريب قوي. يا شيخه، ده انت لو عندك اي مرض جلد ونزلت هنا هتلف على طول. وايه الحاجات اللي في الميه دي؟ شعاب مرجانيه؟ لا شعاب ايه، دي تحلق على فضلات بني ادمين. قولي بس، ده انا حضر لك حته دي مفاجاه لما نرجع مصر. ايه هي؟ قول بسرعه. هتجوزك، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ دي حاجه حلوه خالص. مش بس كده، ده انا هسفرك بقى بشهر العسل في اليونان كمان وعلى حسابك. يا حبيبي يا نور، انا بحبك قوي بعد ما كنت مش طايقه ابص في وشك، وعشان كده انا محضر لك اغنيه تعجبك قوي. ايه ده انت كمان بتغني؟ ما كفايه بنت عليك التمثيل اللي دخلت فيه دول والدتي. ايه ده بنقلب اسمي يا نور؟ اسمع اسمع. سمعينا. بحبك وانا حنان، بحبك وانا حنان، بحبك وانا حنان، بحبك. لا ماليش دعوة، مش حنان.